ملعب الشخصي. كل سنة نقوم بهذه الفعالية وإننا لم ننسى أي الشهيد من شهداء أنا إن شاء الله، وسائرون على ضربه مشيئة الله عز وجل، وإن شاء الله ما منقصر في تقديم أي خدمة لأبناء الوطن، ونجدد العهد والوعد لهذا الشيء، وإن شاء الله كل سنة راح نحيا هذه الفعالية بمشيئة الله. شهيد إبراهيم الأسعد إبراهيم الجزماوي هو ضابط إسعاف في الهلال الأحمر في طول كريم، قدم روحه في سبيل إنقاذ الجرحى، إلا أنه كان مستهدف كسيارة إسعاف وتم تصفيته واستشهد رحمة الله عليه. الإخوة في الهلال الأحمر سنويا بتواصلوا معنا في المؤسسات وفعاليات تنظيم نور شمس لأجل زيارة القبر وقراءة الفاتحة ووضع الأكاليل. هاي لفتة كريمة منهم بتأكد على عمق العلاقة اللي بتربطهم مع أخونا الشهيد إبراهيم رحمة الله عليه، وبتأكد أنه دماء شهدائنا ستبقى حاضرة ما حيينا عند أهالي نور شمس، عند زملائه في العمل، وبنتذكره كجار. أنا بستذكره جاري، إنسان مهذب خلوق، مثال للانتماء للصادق، مثال للأخلاق رحمة الله عليه، ومشكورين الإخوان في الهلال الأحمر.